انا الصراحه اونتي كريدي كنمشي على قدي، فهمتيني؟ شي حاجه اللي ما نتاثرش بشي واحد اخر في انستغرام ونمشي ندير بحالو، غنمشي غادي نعيش على قدي، بحال القهوه ديال 6 درهم بحال القهوه ديال 25 درهم. المهم هو نتايا واش مرتاح ولا ما مرتاحش. الواحد اللي خدا كريدي وزاير على راسو عاوتاني صعيبه القضيه، واللي عنده الوليدات راه كيبغي يفرحهم، ولكن الاولويه ولا البريوريتي راه كاينه فهمتيني في الدخول المدرسي على الصيف. داكشي علاش الصيف غدوزو باللي قسم الله، ودخول المدرسي ان شاء الله الوليدات غينجحوا وغيكبروا وغيعوضوا الوالدين على هادشي اللي دوزو ان شاء الله. لا ما يمكنش اخويا، يلا داز العيد والعطله المدرسه جايه، ويعني العيد اصلا بنادم تحنسر فهمت، الحول يغلى بنادم تشحط بهذا المعنى، ما يمكنش تاخذ الكريدي حتى اصلا انت يلا خارج من الازمه ديال العيد. انا ما متفقش مع اللي غياخذ الكريدي باش يمشي يدوز العطله، هو اصلا بنادم تيخدم العام كامل خصو يوفر واحد شويه باش يسافر، ولكن باش تمشي تاخذ كريدي تغرق راسك على اساس انك تدور واحد سيمانه ولا 15 يوم، ما انا ما ضد هذه الفكره هذه. انا ضد هذه الفكره بالمره، انسان يحاول ينقص من يوفر شويه باش بحال هكا يعيش مرتاح احسن من الكريدي. الانسان يحاول يوفر ويتسلف عند الناس اللي تيعرف احسن من انه يتسلف عند البنكه، حيت فهمتي غيبقاو يقطعوا عليك، وهذا كل واحد وظروفه. الانسان يمشي على قدو، ما يكلفش على راسك، ما ياخذش يعني، يمشي على قدو بشويه بشويه، ما يمشيش يهز كريدي باش يعيش الناس بخير وكلشي يكون لاباس. يمشي على قدو حتى العائله يتفهم ويقول لهم بلي انا هذا هو المبلغ اللي عندي، مشيو على قدنا، ما مشيوش فوق منا، نشريو زعما طلامات وكذا وحنا غاديين فوق، وبقى ناخذ الكريدي اكثر من طاقتي، وفي الاخر شكون اللي غيبقى مقجوج؟ هذاك السيد ولا هذاك السيد اللي من قبل كنت خديت شحال هادي، فاش كنت خدام وداك الشيء قبل ما خرج التقاعد، اما دابا متقاعد وداك الشيء ما عنديش الحق في الكريدي باش ناخذ التقاعد. لا ماشي حل هذا، لان كيبقى غارق العام كامل هو غارق وهذا، والمشاكل كتولي تخبط عنده في الدار كثيره. المشكل ذاك الاسبوع اللي دوزو مزيان العام كامل كيدوزوك حل. كنطلب من الناس حتى واحد ما ياخذ الكريدي باش ياخذ باش يدوز العطله، لان السنه كلها كيدوزك حلا مع الدار ومع الوليدات، جيب خاص غير في الدخول المدرسي كيوحل. عاوتاني ما كاينش اللي يعطيه كريدي، كيمشي لبلاصه اخرى باش ياخذ الكريدي، كيقولوا لا راه عندك كريدي اخر ما يمكنلكش تاخذ الكريدي هذا. اللهم حاول يقتصد ويتجنب باش يدوز سنه سعيده مع وليداته وداك الشيء بلا داك النكد وداك الشيء ديال المراه. لا ما نقدرش، لا ما نقدرش، ما انا غناخذ هذاك الكريدي ياك، الكريدي غيكمل وانا غنبقى نرد فيه، العطله غادي تمشي والكريدي غيبقى يرجع. من الاحسن ما ناخذش الكريدي. الا غادي تاخذ الكريدي غادي تاخذه، خصك تاخذه على شي حاجه اللي غادي تستافد منها. الا غادي تاخذ كريدي على الاقل باش تدفعه في برطمة مزيانه، هذيك غادي تستافد منها من بعد، ماشي بحال واحد الانسان غي كاري الله يكون في العون وكياخذ كريدي وكيمشي كيسافر، هذاك ما خداماش.